المسرحيه ما كان في الاول ما كانش قرار ان احنا هنعمل مسرحيه، احنا كنا عاملين ورشه عشان نكتشف فيها المواهب. قلنا كل واحد وقدرته، يعني هنشوف عندهم ايه، بيحبوا ايه يعملوا، عايزين يغنوا، عايزين يرسموا، يعني ما كانش في دماغنا حاجه معينه. صراحه احنا اتفاجئنا، يعني اول يوم لقينا ان في، لا يعني في ناس بتتكلم وناس كثيره ما بتتكلمش. بعد كام يوم لقينا الناس بدات تتكلم، بداوا يتفاعلوا معانا، لقينا في مواهب، لا الناس دي عايزه محتاجه بس ان حد يعني يزقها يديها زقه. فقررنا ان احنا لا نعمل عرض مسرحي، الناس دي هتمثل، هترقص، هتعمل استعراض، لا هم قادرين، وهنطلع بيهم بمسرحيه زيهم زي الناس الطبيعيه تماما. فخدنا الفكره دي، يعني الفكره دي تطورت مع تطور أداء الولاد، واشتغلنا معهم. يعني احنا اشتغلنا تقريبا 65 ورشة، 65 ورشة بتاع على مدار 7 شهور اشتغلنا معهم. لقينا انه كل مرة كنا بنضيف، لما يعني الولاد تضيف واحنا نضيف، فالموضوع كان بيتطور طول الوقت صراحة. والموضوع كان مهم قوي للولاد، لان في ولاد ما كانتش بتتكلم تماما وبداوا يتكلموا، فدي كانت اللي هو ايه، دخلنا تخاطب في النص، دخلنا ورش زي كانها ورشة تنمية مهارات، دخلنا حاجات يعني تنمية مهارات حركية او تنمية مهارات سلوكية، دخلنا حتة ان هي كانها ورشة ان احنا بنزود ثقتهم في نفسهم. فكان هي كوليكشن كذا حاجة كده ايه في وسط بعضها، وطلعنا في الاخر بالعرض المسرحي ده. احنا بدأنا من 6 شهور كده فكرة ان احنا نعمل ورش تدريبية للولاد لتنمية المهارات الحركية والانفعالات والحاجات دي كلها. وبعدين قلنا ليه ما نطورش الفكرة، ابتدينا نشتغل، طب ما تيجي نعمل بيهم مسرحية. فلقينا استجابة الاولاد عالية جدا، فابتدينا نجيب نص مسرحي، وابتدينا زي ما تقولي ايه نفصله على عليهم، يعني نعمل لهم مشاهد وندربهم عليها، ولقينا الموضوع ماشي جدا، هم متحمسين وحابين الموضوع لغاية ما ابهرونا. ودي احنا كل، على فكرة احنا لغاية امبارح بنضيف حاجات على المسرحية بسبب هم من دماغهم بشخصياتهم، كل شخصية فيهم، لغاية ما الحمد لله قدرنا نعمل العرض المتكامل. دخلنا حبينا نعمل عرض استعراض، بيستعرضوا، بيرقصوا، بيغنوا، بيمثلوا، بيعملوا كل حاجة، بيقولوا احنا مش أقل من أي حد. بس ابتدت فكرة القصة المسرحية من 3-4 أشهر تقريبا، من شهر 6 تقريبا، احنا كنا مخلصين من شهر 9. التجربة ابتدينا مره والتانيه، ابتدى ندي الادوار، فيصل ابتدى يوزع الادوار صح، الولد اللي مثلا مش قادر يعني يقدر هيقول كده، طب نقدر نقول كده، وابتدى يوزع الادوار، وابتدى بعد كده يحطني في وسطهم علشان خاطر ازاي بقى اللي احنا نلحق ده، وعشان نعمل يعني يبقى الدور كامل متكامل. نجحت التجربه، فقلنا لا خلاص ما ينفعش تبقى مسرحيه بينا وبين بعضينا، يبقى لازم مسرحيه الناس تشوفها واولياء امور يشوفها، والناس تعرف ان دول ازاي نقدر نعتمد عليهم، مش بس مجرد اللي احنا نطلعهم في ادوار او ممكن نقعدهم كده جنبينا عشان يبقوا هم صعبانين علينا، لا انت اعتمد عليهم، علمهم، حاول تستفيد منهم، وهيجي منهم، يعني هو بالعكس هيجي منهم.